هناك أنت حلقة من مسلسل بتتكلم مالكوم مالكوم إن ذا ميدل حيث سئم مالكوم وهو عبقري رياضيات من دروس التفاضل والتكامل واللاتينية، لذلك للحصول على 10 سهلة سجل في فصل تقدير الموسيقى. مهمته الأولى هي الاستماع إلى أدييغو إن ذا مينور لألبينوني. ¿Cinco? No puedo creer que ese soquete barbón me pusiera un 5. Obviamente no escuchaste la pieza. Sí la oí, tú me viste. Quiero que me hagas un favor. Estudio apreciación musical, pero no me va muy bien. Necesito un 10 en esa clase. Sé que sabes de eso, entonces te pagaré $10 por hora para que me enseñes. ¿Sí? ¿El adagio para órgano y cuerdas te hace feliz? Eres un inútil en la música. هل يمكن أن يخطئ المرء عندما يرغب في تقدير عمل فني؟ بالطبع. الآن لا حرج في أن تجعل أدييغو إن ذا مينور لتوماس ألبينوني من شخص سعيد تماما كما قد يحب المرء البيتزا مع الأناناس أو وضع الليمون على الساندويتشات التاكو، لكن أن أقول أنني أحب ذلك أم لا شيء، وأن أقدر العمل الفني شيء آخر، على عكس ما يعتقد عموما أن الفن يفهم فقط من خلال إدراكه. فإن تقدير الفن ليس بالمهمة السهلة، لن يكشف العمل الفني عن نفسه تلقائيا أمامنا، فهو يتطلب القليل من الجهد، وربما يمكننا البدء بتجنب بعض المزالق الشائعة. على سبيل المثال، هناك أعمال فنية تترك انطباعا رائعا علينا، لوحات كبيرة أو بها العديد من الشخصيات، أو أعمال نعلم أن الفنان نفذ فيها تنفيذا معقدا للغاية. ليس من السيء الإعجاب بالجهد الكبير الذي يبذله الفنان في عمله، ولكن هناك أنواع أخرى من الأعمال أبسط أو أكثر هدوءا لا تبهرنا في البداية، ولكنها أيضا أعمال فنية غير عادية. على سبيل المثال، قد تبدو هذه اللوحة التي رسمها خوسيه كاستيلاو بسيطة للوهلة الأولى، لكنها مثيرة للاهتمام للغاية. إليكم رسم شهير لبيكاسو، كم من الوقت استغرقه القيام بذلك؟ بضع ثواني أو دقيقتين كحد أقصى. هذا هو السبب في أننا يجب أن نكون حذرين في الأحكام التي نتخذها عند الاقتراب من الأعمال الفنية. أسمع الكثير عن الفن الذي يتطلب جهدا، ولكن كيف نقيس بالضبط الجهد الذي يبذله الفنان؟ صحيح أن بيكاسو لم يكن ساذجا، فقد كرس حياته كلها للفن، لكننا لا نرى ذلك في الرسم، أو نراه لأننا نعرفه بالفعل. ما مقدار العمل أو الجهد الذي يستغرقه المصور للنقر على صورة وإنتاجها؟ هل هذا يجعل عمله أقل قيمة؟ الفن بالتأكيد في عين وعقل الفنان، وليس في العمل اليدوي الذي يقوم به. قد نعجب بالبراعة التقنية، لكن يجب أن لا نخلط بين ذلك وبين الفن. هذا مرتبط بعبارة أخرى كثيرا ما أسمعها، الفن شيء مصنوع بجودة. ماذا تعني كلمة جودة؟ ما الذي يشير إليه هذا بالضبط؟ في المكسيك لدينا بروفيكو، وهو مكتب الدفاع عن المستهلك. عندما يريدون قياس جودة بنطلون جينز، يضعونه في آلة تقوم بحك القماش مرارا وتكرارا، وستكون هناك ماركة من البنطلونات يمكنها تحمل 500 حكة في الساعة، وآخر يمزق من 10 حكات فقط. هناك يمكننا القول أن أحد السراويل أفضل من الآخر، لكن في الفن ماذا يعني أن شيئا ما مصنوع بجودة؟ أرى أن جودة رسام القرن 15 من شمال أوروبا تختلف اختلافا كبيرا عن الجودة الإيطالية، ومن هؤلاء إلى رسام إسباني من القرن 16 أو رسام فرنسي من القرن 19. لا أرى أن أحد أنواع ضربات الفرشاة أفضل من نوع آخر، أو أن أحد أنماط الرسم أقل جودة، فكل فنان اختار أسلوب تمثيل مناسب لاحتياجاته التعبيرية. لن نقول أنه لذلك كل الفن له نفس القيمة، فإنه سيعود إلى النسبية، أحبها أو لا أحبها. يجب أن يكون الفنان نفسه قادرا على الحكم على عمله لتشكيل معيار لتحديد ما هو صحيح وما الأشياء التي يجب تصحيحها أو ما يجب التخلص منها. صحيح أن هنالك أعمال أفضل من غيرها، ولكن كيف نحدد تلك الجودة الفائقة؟ ربما يكون من المفيد
قبل الخوض في هذا الموضوع، أن نفهم ما نعنيه عندما نقول أن شيئا ما هو عمل فني. هناك من يستخدم كلمة فن للإشارة إلى أي خلق بشري بلا مبالاة، وبالتالي يقال إن الحرفي الماهر للغاية مثل النجار يصنع الفن بعمله. يقول عمي إن كرة القدم ليست رياضة، إنها فن، لكني أعتقد أننا يمكن أن نكون أكثر تحديدا. ربما يمكن أن تساعدنا كلمة المظهر الفني إذا رأيناها كمجموعات، فإن المظهر الفني هو كل إبداع مرتبط بوقته ومجتمعه. كل شيء يأتي في تلك الفترة، رقصات عامة كونيشيتا الشعبية، لوحات بوبروس، الحرف اليدوية، فرقة موسيقى الروك لابن عمي لالو، كل هذه مظاهر فنية على هذا النحو لها بعض القيمة، ولكن من بينها جميعها سيكون هناك بعض ما نفصله ونسميه كأعمال فنية. ما هي الخصائص التي يجب أن يتميز بها العمل عن الآخرين؟ الحقيقة هي أنه حتى الفنان نفسه لا يعرف ذلك. إذا كان يعلم أنه سيكون من السهل إنشاء أعمال فنية، هل حاولت كتابة أغنية أو ترسم صورة مثل تلك التي تراها في المتاحف؟ الأمر ليس بهذه السهولة، حتى لو كانت لديك التقنية وهي الطريقة التي يعتقد الناس أنها تتم بشكل عام. أعني أنه لا توجد وصفة، فالمظاهر الفنية التي نصنفها على أنها أعمال فنية عظيمة تنشأ أحيانا من أكثر الأماكن غير المتوقعة. أعتقد أن ما يفعله الفن هو الاستجابة للحاجة. لماذا كانت مجموعة نيرفانا كبيرة جدا في التسعينات؟ لأن موسيقاهم تعكس مشاعر جيل يائس. فهل كانت موسيقى نيرفانا أكثر تفصيلا من موسيقى الفرق الأخرى؟ أم كانوا أكثر مهارة في العزف على آلاتهم؟ كما نرى هذه الأنواع من الأشياء غير ذات صلة، لكن لقد رأينا بالفعل أنه لا يوجد معيار مطلق للجودة. لكننا قلنا أيضا أن الفن ليس مجرد مسألة ذوق، حيث يقرر الجميع ما إذا كان الشيء فنا أم لا، اعتمادا على ما إذا كانوا يحبونه أم لا. أي أننا لا نستطيع قياسه بشكل موضوعي، لكنه ليس مجرد أمر ذاتي. بدلا من ذلك، ما هو موجود بين هذين المنطقتين ما يتم تقديره بين الذوات، أي أنه يحدث بين عدة أشخاص. توافق مجموعة من الأشخاص على تقدير عنصر فني وتحديد قيمته لهم. يصنع الفنانون هذه الأشياء باستمرار، لكن المتفرجين هم من يستخدمونها ويقدرونها ويحكمون عليها ويقيمونها. كيف نقدر الفن؟ نستمع إلى أغنية ونحبها ونشاركها مع صديق ويحبها أيضا، ونجتمع معا ونناقشها وتخبر صديقك، واستمع إلى تغير التناغم، استمع إلى كيف تأتي الطبول هنا، استمع إلى هذا الجزء من كلمات الأغاني. نحن نصدر الأحكام ونجمعها فوق العمل، ثم نذهب إلى الحفلة الموسيقية ونلتقي بمجموعة أكبر من الأشخاص الذين مروا بتجربة مماثلة، ونتفق جميعا على أن نيرفانا هي فرقة روك رائعة لاحقا. إذا نظرنا إلى الوراء، سيأتي المؤرخون ويخبروننا أن نيرفانا كانت مجموعة غير صناعة التسجيلات، بما مهد الطريق لموسيقى الروك البديلة وإعطاء إمكانية أن اليوم يمكن لأي شخص أن يحقق نجاحا عالميا من خلال تسجيل ألبوم من غرفته الخاصة. الآن وصلت عمتي وتقول ما تسمعه هو قمامة، والموسيقى النقية هي فقط تلك الخاصة بأماندا ميغل. سيكون من الصعب على عمتي الاستماع إلى موسيقى نيرفانا الصاخبة والمتنافرة، وهذا لا ينتقص منها، لكن هل يمكن لعمتي أن تقدر العمل الذي لا يتوافق مع ذوقها؟ إنه صعب، وبالطبع يعتمد فقط على مدى انفتاح عمتي لتجربة موسيقى جديدة. ربما يكون من السهل تقدير شيء ما من الماضي والذي تم إطفاء الشرعية عليه بالفعل بمرور الوقت من تقدير شيء جديد ومختلف للغاية. لكنني سمعت أيضا بعض الناس يقولون يجب أن يكون الفن عالميا ليكون فنا. أعتقد أنهم يقصدون أنه يمكننا النظر إلى الوراء لرؤية عمل مصري أو يوناني، وعلى الرغم من أن عالمنا لا يشترك في شيء مع أعمالهم، إلا أن أعمالهم الفنية تنقل لنا شيئا. ولكن ماذا يعني هذا بالضبط؟ ما نسميه الفن المصري اليوم بالنسبة للمصريين لم يكن فنا، بل جزءا من طقوس دينية. في الواقع هذه الأشياء خارجة عن فهمنا. وماذا عن النحت اليوناني الذي نعجب به من بياض الرخام، لكننا نعلم أنه في الأصل كانت مغطاة بطلاء ملون؟ التجربة الجمالية مختلفة تماما. ما الذي نقدره بشأن فن الماضي إذن؟ ربما ندرك شيئا من حاضرنا هناك، لأنه بالتأكيد ما كان الناس في ذلك الوقت يستولون عليه.
هناك حكاية مضحكة جدا تتعلق بهذا. في عام 1971 نظم عازف الجيتار في فرقة البيتلز جورج هاريسون حفلة موسيقية مفيدة لشعب بنغلاديش. أقيمت الحفلة الموسيقية في نيويورك، وكان الجمهور بشكل رئيسي من الهيبيز الأمريكيين الشباب. صعدت مجموعة من الموسيقيين الهنود بقيادة رافي شانكار إلى المسرح وبدأت في إصدار الأصوات بأدواتهم. بعد بضع ثواني من الصوت ساد توقف مؤقت، حيث بدأ الجمهور في التصفيق. أخذ شانكار الميكروفون وقال: Thank you. If you appreciate the tuning so much, I hope you'll enjoy the playing more. سيكون من الغطرسة الاعتقاد بأننا نفهم فن ثقافة أخرى لمجرد أننا بشر. إذا واجهنا صعوبة في فهم الموسيقى التي يستمع إليها الجار في الحي المقابل، لهذا السبب أشعر بالصدمة في كل مرة يقول أحدهم: الفن لا يحتاج إلى تفسير، الفن لا يحتاج إلى شرح. بادئ ذي بدء، ماذا يعني فهم شيء ما؟ هل نفهم الفن حقا؟ أشارك في فكرة أن الفن يتجاوز فهمنا، إنه موضوع يثيرنا إلى ما وراء الحواس والعقلانية. بالطبع نحن نستخدم حواسنا وعقلنا لإدراك ذلك، لكنه يمنحنا تجربة تجاوزها. ماذا يمكن للمرء أن يقول عن تجربة الاستماع إلى سيمفونية بيتهوفن؟ أو أن نكون تحت اللوحات الجدارية لكنيسة سيستيبل، أو أمام حديقة بوش في إرثلي دي إلاتيس. أي شيء تقوله لا يمكن أن يصف تلك التجربة بشكل كامل. لكن الخلط بين هذا وبين التفكير في أن الفن لا يتطلب أي تفسير هو أمر مختلف تماما. الحقيقة هي أنه للوصول إلى تلك التجربة يجب أن يكون لدى المرء معرفة معينة. لا يوجد شيء غير مستحق أو مهين في ذلك، فهذه المعرفة متاحة للجميع. إذا كنت لا تعرف شيئا عن كرة القدم الأمريكية، فإن اللعبة هي مجرد رؤية أشخاص يركضون من مكان إلى آخر ويضربون بعضهم البعض ويحاولون التقاط الكرة. إذا كنا لا نعرف أي شيء عن اللعبة، كيف يمكننا أن نقدر اللعب الرائع؟ هناك أشخاص لا تبدو اللوحة لهم منطقية، فهي مجرد بقعة ملونة على قماش، أو سونات البيانو تبدو لطيفة، ولكن بعد فترة من الضجر لم يفهم كيف تتطور البنية الموسيقية. أعتقد أنه من أجل تجربة الفن أولا وقبل كل شيء، من المفيد معرفة السياق الذي تم فيه إنشاء العمل، ومعرفة ما يمثله، وما إذا كان يمثل أي شيء، وفهم الشيء من التقنية أو الوسيطة الذي تم به. ربما يكون من الأسهل تقدير أغنية لأننا جميعا لدينا صوت وقد نغنيها جميعا، وربما يتطلب تقدير حفلة سيمفونية معرفة موسيقية أكثر قليلا، على الأقل للتمييز بين العائلات المختلفة للآلات الوترية. هل يمكننا أن نقدر الفن دون معرفة أي شيء؟ كما يقولون دون أي تفسير؟ لا أعلم، لا أعرف شيئا عن الرقص، ولكن عندما أشاهد عرضا للرقص بصرف النظر عن رؤية الأزياء الملونة وحقيقة أن الراقصين متزامنين مع بعضهم البعض، لا أفهم شيئا. إنها مثل كرة القدم الأمريكية بالنسبة لي. هذا بالطبع موضوع واسع للغاية، من المستحيل تغطيته في مقطع فيديو واحد، لكنني آمل أن يكون بمثابة دليل موجز لأولئك الذين يرغبون في الاقتراب من عالم التقدير الفني المعقد. هنا على القناة لدي قائمة تشغيل تسمى فهم الفن، حيث ستجد المزيد من مقاطع الفيديو حول هذا الموضوع. بقي لي فقط أن أشكرك على مشاهدة هذا الفيديو، وأراك في الفيديو القادم. شكرا لك.